السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى اول سحور كده مع بعض، فقلت طبعا لازم اصور لكم السحور بتاعنا بما انه اول سحور، فلازم بقى نصوره كده مع بعض. فبصراحه حبيت بقى اشارك معاكم كده السحور. يلا بينا. بصوا بقى، انا عملت كده فول وحطيت جبنه قريش وعملت بيض مسلوق وكمان حمرت بطاطس. طبعا المفروض كان يبقى فيه خيار حاجه كده ترطب طبعا علينا في فترة الصيام يعني وكده، بس ان شاء الله بكرة بإذن الله هجيب خيار لاني ما كانش عندي. فكان هو ده السحور بقى بتاعنا، ايه رأيكم بقى؟ وطبعا العيش الجميل بتاعنا، طبعا انا سخنته كده على النار لان احنا بنحب ناكله سخن بالشكل ده. ده بقى كان سحورنا النهاردة. وطبعا ان شاء الله بعد ما نتسحر بقى كده هنعمل بقى حاجة نشربها، لإما لو في زبادي طبعا ناكل زبادي، بس أنا طبعا النهاردة في السحور بتاعنا مفهوش زبادي، فهشوف بقى نعمل ايه نشربه كده بعد السحور بإذن الله. فقلت لازم أشارككم بقى الأجواء بتاعة السحور دي، بصراحة بتبقى أجواء حلوة جدا زي ما انتوا شايفين بقى. خلاص أخدت الأكل كده وديته في أوضة الليفينج عشان احنا بنحب ناكل قدام التلفزيون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا بنات، ودي الأجواء بقى بتاعة رمضان بتاعتنا الجميلة. ايه رأيكم بقى يا بنات؟ بصراحة اجواء حلوة جدا اهو بالشكل ده. خلاص بقى، ده بقى تعالوا بقى تسحروا معانا. بعد كده بقى هنشوف ايه المشروب اللي احنا هنعمله بعد السحور. بصوا بقى الاجواء على الاضاءة. انا طبعا طفيت الفلاش بتاع التليفون وقلت ايه اوريكم بقى الاجواء كده على الاضاءة، الإضاءة اللي هي طبعا بتاعة الستارة اللي أنا حطاها. بعد كده بقى عملت كوبايتين اللبن زي ما انتوا شايفين كده، وخلاص كده ده بقى السحور بتاعنا النهاردة. وكل سنة وحضراتكم طيبين. نشوف بقى يا بنات اللايك. اللايك ده يا بنات بيخلي أكبر عدد من الناس يقدر يشوف الفيديو، وطبعا لسه مشتركش زي ما قلتلكوا ينورني ويشرفني كده في القناة ويسيب لي تعليق كده ويقولي إن هو جديد علشان أرحب بيه. وكده كان ده السحور بتاعنا النهارده، وحبيت بس اشارك معاكم كده الاجواء بتاعت رمضان الجميله بتاعتنا. وكل سنه وحضراتكم طيبين، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ويا رب تكونوا انبسطتوا النهارده واسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.